مبروك للمصريين، مبروك للمنتخب الفراعنة، منتخب الرجالة، مبروك لكل لعيب، مبروك للطاقم يعني المدربين والطاقم الفني والجهاز وكل الناس. على فكرة في جمهور كبير جدا مصري سافر النهاردة وموجود في الكاميرون، إن شاء الله يا رب يعني إن هم يرجعوا بألف سلامة وراجعين بقى بالنصر، فده إحساس حلو جدا جدا. طيب هنفضل نتابع معاكم هذا النصر، ولسه في ضيافتي لأنها كانت في ضيافتي الفنانة الجميلة مش حلو طبعا ميمي جمال اللي كانت منورانا. والحقيقة برضو أنا لازم أقول حاجة، لما بيجي فنان بقيمة ميمي جمال وبقالها فترة ما طلعتش وتيجي في يوم صعب، يعني هي قالت أنا عارفة أنه يوم صعب وأنه احتمال أن الناس ما تبقاش هتتابع قوي لأن الناس بتتابع الكورة، أول ما جيت لكن هي نسيت ده كله وبقت قاعدة عايزة تتابع اللي بيحصل في الكورة. لا أنا أول ما جيت أنا قلت يا جماعة بلاش أنا النهاردة، لأن ما فيش حد في الدنيا بيتفرج على الماتش ده وهيفتح يتفرج علينا ما لما نكون ايه، مش ممكن. لا انا زمايلي عشان انا كنت على الهواء قبل ما انت تيجي، فبيقولوا لي الفنانه ميمي جمال كانت قاعده بتتابع ونسيت بقى، سحبت كرسي ايوه وقعدت بقى تتفرج ومنفعله، وبعدين دخلت عليا هي متضايقة. احنا المفروض نتكلم على اللقاء اللي ما بيننا، فانا قاعده متابعه معاها فعايزه تقول ما ينفعش يجيبوا لنا حاجه هنا، عايزه تتابع المباراه. فالحقيقه يعني ده اصل ده احساس وطني. هقول لك حاجه، يعني احنا كل اللي بنقوله وكل اللي بنعمله تمثيل وشغل، لكن اللي جوه القلب من جوه ده حقيقة، يعني مصر بيتنا حياتنا بلدنا. انت لما بتلاقي حد من ولادك بينجح بتزغرتي، سواء بقى شوفي لما بلدك تنجح شوفي الفرحة هتعملي ايه، شوفي الفرحة على الشاشة عاملة ازاي، يعني لازم الفرحة حلوة الناس فرحانة والناس بتضحك وبتزغرت وسيادة الرئيس النهاردة شوفي الراجل يعني فرحان طبعا كل الناس فرحانه، دول ولاده كلنا كل يعني الناس فرحانه. لا 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 ما شاء الله وحاجه مشرفه، وهم الحقيقه يعني زي ما قلنا هو منتخب الفراعنه منتخب الرجاله بجد اللي قدر بجد يصنع النصر. يعني صناعه النصر مش صناعه سهله رغم كل المشاحنات، يعني برضو اجواء الكوره صعبه. بصي هقول لك حاجه مفيش حاجه في الدنيا ما فيهاش مشاكل خلاص، بس انت لما تبقي واثقه في نفسك قوي ما يهمكيش. يعني احنا ما بنخافش، يعني لازم نقول كده احنا ما بنخافش، يقولوا لنا دي حرب، يقولوا لنا دي ضرب، يقولوا لنا احنا بنخش بقلب وبنشتغل بضمير وربنا بيكرمنا بس.